مرحبا مواليد برج الجدي، معكم كارمن شماس. اليوم بدي احكي عن اهم اسبوع لكم مواليد برج الجدي بسنه 2019، الاسبوع اللي بيبدا بالتنين 23 ديسمبر والاحد بينتهي الاحد 29 ديسمبر. ليش هو اسبوع مهم؟ اسبوع مهم لانه في عنا كسوف للشمس ببرجكم، وهيدي مساله ما بتصير كل سنه. هيدا حدث كتير مهم لمواليد برج الجدي، خاصة لمواليد شهر ديسمبر كانون الأول. يقع الكسوف أو يحدث الكسوف يوم الخميس 26 ديسمبر بتمام الساعة 5:15 صباحا توقيت العالمي، يعني الساعة 7:15 صباحا توقيت بيروت. هيدا أنا بعتبره من الأمور المهمة جدا لمواليد برج الجدي وللعالم ايضا، لكن لمواليد برج الجدي بشكل خاص وتحديدا اكثر مطرح ما بيكون الكسوف. يعني مواليد 26 ديسمبر كمان فيهم يكونوا مواليد 24 25 26 و27 ويمكن 28 ديسمبر، انتم تحت تاثيرات كسوف الشمس. جميع الاحوال انا حكيت عن هالامور في الابراج الشهريه، فيكم تسمعوها. وعلى سيره الابراج حابه اتمنى لكم عام سعيد. توقعات عام 2020 صارت موجوده على اليوتيوب، 2 فيديو كتير حلوين لكم بخبروكم شو عم بيصير عندكم بسنه 2020. المشتري ببرجكم في تاثيرات كتير حلوه بانتظاركم، مكافئات من بعد ما تعبتوا لفتره طويله. مش وقت هلا احكي عن هيدا الموضوع، تابعوا 2 فيديوز بالعام 2020، الحظوظ الكاملة والتوقعات العامة، 2 فيديو لكم مواليد برج الجدي. إذا كيف بده يكون هيدا الأسبوع؟ شو في بانتظاركم؟ بهيدا الأسبوع في عنا يومين فارغين تماما من الأمور أي شيء، وفي يومين القمر ببرجكم بيحول الأمور 180 درجة تقريبا لصالحكم. وهذا الأسبوع يعتبر أنه عم تختموا سنة 2019 وعم تبدأوا بهذا الأسبوع عام 2020. فشو في عنا أخبار؟ التنين 23 ديسمبر فترة نابضة فعالة ومنتجة فقط حتى الساعة 6:30 المساء توقيت بيروت فقط لا غير. بينتقل بعد القمر لبرج القوس وبتدخلوا مرحلة ركود تام، وهون بتنتهي عندكم سنة 2019. بيبقى عندكم من 6:30 المساء التنين حتى الأربعة منتصف الليل توقيت بيروت. هيدي الفترة هي فترة انتقالية بين 2019 و2020. أنا عم بحكي من ناحية الفلكية توقيت الوقت بالنسبة لمواليد برج الجدي. وبالتالي ليش؟ لأنه هالفترة هي فترة غير منتجة غير فعالة، معقولة تخيب لكم أملكم، أي قرار بكون تاخدوه خلالها معقولة ما يسمح لكم القرار اللي بتاخدوه أنه يكون هو اللي مشاكم على الطريق الصحيح، أو يمكن حتى تندموا في بعض الالتباسات في بعض الفوضى خلال هذه الفترة. بس لما يوصل القمر لبرجكم منتصف ليل الأربعاء توقيت بيروت وبيقوى الخميس والجمعة عندكم 48 ساعة القمر موجود ببرجكم، هنالك نوع من تغيير في المعطيات الفلكية لصالحكم. هلا في حال كنتوا مأخرين وما لحقتوا تخلصوا أشغالكم، عندكم يومي الخميس والجمعة ولا أجمل من هيك، عم بحكي بتوقيت بيروت، بكون تتابعوا موقع القمر حسب ما وين ما أنتم موجودين بالعالم. يعني مثلا عم بيتابعني هلا من القارة الأمريكية منتصف الليل توقيت بيروت، عندهم مثلا مفروض يكون 5 بعد الظهر على الشط الشرقي، يعني القمر بيكون عندكم يوم الأربعاء بعد الظهر، which is good لأنه معناتها فيكم أنتوا تبلشوا تغيروا تشيلوا وتحطوا وتاخدوا قرارات والأمور تتحسن عندكم بشكل كتير كبير يوم كريسمس داي. لكن نحن بالنسبة لنا إن كان بأوروبا إن كان بالشرق الأوسط البلاد العربية، القمر ببرج الجدي منتصف الليل الأربعاء الخميس والجمعة، أجمل فترة عندكم، فترة حاسمة جدا، شيء جديد بيخلق عندكم، فكرة مشروع
طابعين كتاب بيطلع، ورقة ناطرينها بتوصل خلال هاليومين، اشتغلوا على هاليومين لأنه فترة ولا أجمل من هيك ولا أقوى من هيك. قد تكون هذه الفترة حاسمة، وقد تكون هذه الفترة هي يلي عم تقلب عندكم المعطيات. صفحة بكاملة تنتهي، مجلد حتى بكامله بينتهي وبتبلشوا حقبة جديدة. وبالتالي مشان هيك عم بقول يعني في احتمال انه نقول انه بلشت عندكم سنة جديدة، مش بس يوم جديد او اسبوع جديد او شهر قمري جديد، بالعكس حتى فيها تكون سنة جديدة بدأتوها. من افضل الاوقات واقواها حظا، واقواها حظا، ما تنسوا انه كوكب المشتري صار موجود ببرجكم. الاحد عفوا السبت والاحد القمر ببرج الدلو في بيت المال، يعني عم بتكملوا، بداتوا صفحه جديده، خطوه جديده، مع احتمال انه تحصلوا على بعض المال وبعض الارباح قبل ما تنتهي فعليا عام 2019 حسب الرزنامه. فلحقوا حالكم، بعتبروا اسبوع كتير حلو، انتبهوا من المصاريف، انتبهوا من بعض الالتباسات. الاكثر حظا فيها تكون 26 ل 29 ديسمبر، الاكثر تعبا الاقل حظا بسبب تاثيرات زحل وبلوتو 10 ل 13 كانون الثاني يناير. بدي اتمنى لكم اسبوع كتير حلو، الى اللقاء، باي باي.